خلي بالك في نقطه مهمه جدا جدا ودي برضك عرفتنا ازاي الحكم ضعيف. هناك اسهل ركله جزاء لصالح حمدي فتحي بامانه، وهقول لك اسهل ركله جزاء دي ما فيش فيها افصال يا كابتن علاء، وهنجيبها ونشوفها. لما تكون الكره في الهواء فوق واللاعب يسيب الكره ويروح للاعب لجسم اللاعب ويمنعه من هو يوصل للكره، ركله جزاء كانت صحيحه. لم يعني اعرفش ما حسبهاش ليه، هل هو شافها ما شافهاش، ولكن بشكل عام حكم ضعيف الشخصيه. النادي الاهلي النهارده بادائه وبروحه واللعيبه النهارده خليت الحكم النهارده يبقى محظوظ بان المباراه تمر بدون اخطاء مؤثره.